هذا شو اشترينا من بقالة 30 ليرة. هلا هون في بيتزا جاهزة خاصة 60 ليرة 59 90 قرش. كأنه هي جديدة يا جماعتنا. في ليمون بولي كمان هم معانا والنبي تعالى. اخواننا الكرام ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رايحين مشوار طويل كتير بس ما بنعرف وين. تعالوا نجرب. يلا كلياتنا مع بعض. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. رايحين على سيكويا يا اولاد. ترجو وتصر بكل دعوة.
كما قطع في بحر اللذات. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي. إني عبد لا 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 إلا ألطافك بذاتي. إلهي إلهي هب لي إحسانا فضلك يسمو في ذاتي، لأعيش بظلك في رفض الإيمان وتركي ذلاتي. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي. إلهي إلهي. شوفوا خلوا هاي سورة الماعون. يلا خلقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس دقة بدقة السلام. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي طبعا اخواني الكرام هون المنطقة كلها مخدرة، في عندنا منا هون ماركتات هون الشوك، ونجي لهون بنشوف عندنا منا اليوزبير، وبعد منه بنفوت بنشوف الميكروس هون، وقبل تقريبا شي 200 متر في عندنا منا البيم موجود. فاللي بيجي بحب مثلا يتسوق يفوت يتسوق من اي ماركت بده اياه. طبعا يعني اسعار بتختلف من عام لعام، كما لا الأمور في تضخم، فواحد بده يدور ويشوف وين الأفضل والأرخص. بسكيتات هون جديدة مثلا للبيع، وفي بسكيتات بتستأجروها بالساعة مثلا 50 ليرة، تأخذ البسكيتة بتفتل فيها في أي مكان بدك يا، معك ساعة بتحط هويتك وبتأخذ البسكيتة لمدة ساعة 50 ليرة. حبيت تجيب بسكيتك معك جيب بسكيتك معك ما في مشكلة. طبعا بتفوتوا جوا بتلاقي كل شيء بدك اياه هون، من فواكه من موز، حتى الموز يعني هون رخيص، اتهار موز هون يعني موز مستورد 40 ليرة. هاي موز محلي هذا 30 ليرة. في بيتزا جاهزة خاصة 60 ليرة 59.90 قرش. وهلأ هون في جاج جاج بليتش ناجت ناجت، يعني هي قطع الجاج الصغيرة، هدول لحقهم اللي عليهم اللي لونها أصفر بيكون عليها تخفيض. شوفوا هاي مثلا جديك بليتش يا براك دونر، هاي عاملين عليها تخفيض شاورما اللحم، كانت 79 ليرة و90 قرش سوت 66 ليرة و90 قرش. وهون الجاج وفخذ ما فخذ وجناح. تاكل طعم؟ شو هذا الطعم؟ طعم بدك تطعميني قطط؟ انا قطط؟ اه قطط هي شوك جزال شكا ما يبقى عليك.
أو 21 ليرة. 21 ليرة تأكل. يعني دولار واحد. السلام عليكم. قبل شوي اشترينا من بقالة. بيش طلحقه. 30 ليرة. 22 ليرة. الله ضحك علينا. اما بالتركي بيقولوا لك غزخ لندن. الحج وفانا هموا معانا، حج وفانا هموا معانا، ننزور نبينا وبيت الحرام، هموا معانا والنبي تعانا، هموا معانا والنبي تعانا، كعبة أفاضت أنوارها حباها الله الأسرار. الحج وفانا هموا معانا، الحج وفانا هموا معانا، ننزور نبينا وبيت الحرام، هموا معانا والنبي دعانا، هموا معانا والنبي دعانا، بك يا رب لبى واعتمر، بك يا رب لبى واعتمر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، عبدك يا رباه للذنب هاجر، عبدك يا رباه للذنب هاجر، عبدك يا رباه للذنب هاجر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، عبدك يا رب لبى واعتمر، عبدك يا رب لبى واعتمر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، قطف بالبيت وقبل الحجر، قطف بالبيت وقبل الحجر، قطف بالبيت طاف بالبيت، قطف بالبيت قطف بالبيت وقبل الحجر، قطف بالبيت محمد عزه الباري وجاه، صلوا عليه. محمد عزه الباري سيد العالم وردهم يا عشاق حديث وردهم والله وردهم والله وردهم محمد لا تحمل الأرض لو غاب شديدا على الكفر يوم الوغى والله لو غاب آه
دينك الإسلام سلام عليك يا عون الغريب غريب أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك علي سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك جئت بالتوحيد سلام عليك فزت بالتمجيد سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك علي سلام İyi misiniz? Şimdi bizim tatilimiz bitti. Tabii ki de siz bir şey anlamıyorsunuz çünkü. Şimdi Arapça dublaja geçelim. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi tatildeydik. Hemen elimizi gösterdik. Dilimizi gösterdik. Yüzdük. Her şeyi yedik yani. Paketleri yedik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Korkmayın, köpekler var. هلا ترجم لنا كل شيء حكيته بالعربي. مرحبا. كيفكم اخواننا الكرام؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هلا نحن قصد عطلتنا بسينكاي وهلا نترجم لكم اياها بالعربي دوبلاج. هلا احتاج لكم متابعين شو قلت.
هلا كنا رحنا بالعطله ورحنا فوجئناكم البحر وفتنا على الماركيتات. لا تنسوا الاشتراك. شير سبسكرايب ونتمنى كثير انه هديك فيك لايك كثير والله بدون عنها بوش بير بحري اون ماندر بوش بير بحري اون ماندر بنا حد كنار olmaz بنا حد كنار olmaz دليلين سر بارك فيكم جميعا اخواني واخواتي. انتهت رحلتنا لهذا الاسبوع ونلقاكم ان شاء الله بفيديوهات جديدة. لا تنسوا دعم هذه القنوات الاسلامية ومشاهدتها لدى اطفالكم فهي تدل على الخير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمها لتكون لكم ولي صدقة جارية فالدار على الخير كفاعله. بارك الله بكم واحسن الله اليكم والسلام عليكم. صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله. هر عاشق سن يا هر عاشق سن يا مطلة على البحر كمان. بس انتبهوا على اولادكم ها.